السلام عليكم حبايبي في مصر وفي كل دول العالم. زي ما وعدتكم ان انا باذن الله تعالى هعمل لكم فيديوهات ان شاء الله كده ايه على طول، علشان خاطر الفتره اللي فاتت انا كنت مشغول كتير، فتعرفين طبعا مشاغل العائليه والدنيا معلش انا اسف يعني طولت عليكم معلش. فالنهارده انا طالع علشان اقول لكم انا عملت ايه. في ناس كتير قوي المبتدئين، انا مش بتكلم على يعني بتكلم على الناس المبتدئين اللي هم يعني لسه في اول الطريق يعني، دايما بيقولوا احنا عايزين نعرف يعني ايه البوسليك وايه الجهركة وايه النوى وايه طيب البوسليك يعني بياتي الميبيكار، بياتي الميبيكار القفل بتاعه بيبقى ري، القفل بتاعه بيبقى ايه ري. الكولة دي بوسلك بس جواب، والكولة دي بوسلك بس قرار. انا تعمدت ان انا اعزب بالاتنين دول ليه بقى؟ علشان اوصل المعلومة للناس، اقول لهم يعني باذن الله تعالى في يعني دايما كولة بتبقى في القرار، كل ما يكون القرار كبير بيكون له ايه جواب. الرصد اللي هو بيات الدو له جواب، الدوكة ليها جواب، البوسلك له جواب، الجهركة له جواب. بس الحاجة دي للناس اللي هم عايزين يسجلوا في الاستوديو، لان دايما بطلب منهم حاجات اسمها اتنين تراك. بمعنى انا عملت كده وعزفت بالناي برضو البوسلك اهو، في بوسلك في الناي، في بوسلك في الكولة، بس على حسب طلب العازف الماهر اللي بيعزف في الاستوديو. ما يجيش دلوقتي واحد مبتدئ يقول لك انا عايز الكولة اللي انت كنت بتعزف بيها في مقطع كذا، يبعت لي الفيديو اقول لا دي مش هتنفع معاك. ليه مش هتنفع معاك؟ علشان الاصابع بتبقى بعيده، لكن في موضوع الناي بتبقى الاصابع قريبه. طيب واحد يقول لك الله يبقى الناي سهل، مفيش حاجه اسمها سهل، مفيش حاجه اسمها كده. لا، الناي او الكوله ما دام مفيش معلم مش هتتعلم، لكن فيه معلم باذن الله هتتعلم، بس واحده واحده كده علشان تفهم بالراحه يعني ده صعب ليه وده اسهل ليه. احنا عملنا الموضوع دوت حليناه علشان خاطر نرضي الطرفين، نرضي الطرفين من ناحيه ايه؟ من ناحيه المقام الموسيقي والدرجه الصوتيه في نفس الوقت. بمعنى انا دلوقتي مثلا انا بعلم على ناي اسمه ناي الدوكا، بعلم على ناي اسمه ناي ايه؟ ناي الدوكا اللي هو ده اهو. لين الدوكا دو ري مي فا صول لا سي وهكذا، تمام. طيب لو جينا دلوقتي واحد يقول لي طب ما انا خدت ناي الدوكا، طب ما تديني كوله اسمها كوله الدوكا، اقول له مش هتنفع كوله الدوكا معاك. ليه؟ الكوله احنا عملنا ايه؟ احنا قلنا في الاول هنرضي الطرفين. بمعنى انا دلوقتي اول شيء انت مسكت ايه اتعلمت على ناي الدوكا اللي هو ايه دو ري مي فا صول لا سي، تمام. طيب احنا لو مسكنا الكولة الدوك عملنا كده هتبقى المسافات بعيد عليك. هتبقى المسافة بعيد عليك. طيب لكن احنا عملنا ايه؟ اللي انا قلته دلوقتي ده اسمه رصد، بس الرصد ايه؟ رصد الدو. جميل. طيب احنا دلوقتي علشان خاطر نرضي الطرفين عملنا ايه؟ عملت تعليم في الكولة اللي هي كولة ايه؟ نوى. يبقى احنا مسكنا كأننا مسكنا ايه بالبلدي كده، زي المثل المصري يقول لك مسك العصاية من النص. رضيتك انت بقى يعني انك انت اساسا ما حرمتكش انك انت تعزف ناي بس بالاصول، بس لازم تاخد لي ناي الدوكة، علشان في ناس كتير قوي بتتساءل يعني ايش معنى الناي اللي هو الدوكة؟ علشان اقول له الناي الدوكة منتشر جدا في التعليم في الاول علشان البيانو، او علشان مثلا يعني ايه دايما اللي بيطلب دوكة عشان يبقى كله ممكن تقعد مع زمايلك بيكونوا ماسكين نايات دوكة،
او ممكن بتاخد درس مع واحد بيكون مثلا عنده 10 افراد في ورشة تعليم النايم، بيكون مثلا 10 مع بعض وانت ال11، فمش هينفع يكون هما ماسكين دوكة وانت تكون ماسك بوسلك، هيبقى في فرق. لكن هما عملنا ليه اتنين دوكة؟ علشان يا جماعة يبقى نمسك مع بعض، يبقى كلنا ايه، يبقى المدرس قدام منك بيقولك يلا يا جماعة نشرح الناي، يلا يا جماعة معانا عايزين النوتة دي، دو هتقول دو، كلنا مع بعض يبقى ايه دوزان واحد ري، وهكذا. طيب جميل كده. طيب احنا الكولة ليه مسكنا الكولة؟ عملناها على كولة نوى، علشان الكولة نوى الأصابع بتاعتها قريبة جدا زيها زي الناي الدوكة. اصحى معايا عزيزي المبتدئ، الدرس ده للناس المبتدئين والناس السميعة على عينه على دماغي يسمعوني برضو مفيش مشكلة. انا بقول على الناس المبتدئين علشان دايما بيحيروني، احنا عايزين كولة دوكة، لازم تاخد كولة اسمها كولة نوى. ليه بقى؟ انت اتعلمت على الفا، ابقى احنا عملنا كده يعني. طب ده السلم الرصد زي ما انت لعبته في الكولة، عشان تفهم بس، ده كولة دوكة علشان تفهم الموضوع. لو لعبت انا بنفس الاصابع هنا هلعب بنفس الاصابع على النوى، لعبنا مثلا الرصد اهو، يعني مثلا عملنا كده هنا هلعب نفس الاصابع اللي لعبتها هنا، هلعبها فين؟ هنا على كولة النوى اهو. هنا بقى اسمها ايه؟ صوتي، يبقى الطبقة الصوتية مختلفة عن صوتك. اي ناي او اي كولة بتلعب رصد، ده مقام اسمه مقام الرصد. طب الرصد الدرجة بتاعته ايه؟ يعني واحد دلوقتي يقول لك ايه، علشان بس اشرح لك يعني ايه طويل وايه قصير، اللي بالك معايا، واشرح لك كمان ان الكولة لما تبقى كولة نوى معاك يبقى انت المسافات قريبة بتاعتك، يبقى انت حبيت الكولة هنا. مفيش يعني واحد عنده 12 سنة ممكن يعزف كولة، يبقى انا حليت ايه؟ حليت الموضوع. فما ينفعش ان انا دلوقتي اقول لك لازم زي ما خدت ناي دوكا لازم تاخد كولة دوكا، ما ينفعش. ليه؟ لان في ناس طلبة ممكن يكون عندهم سنهم 12 سنة، هتبقى الاصابع بتاعتهم بعيدة عليه، هتبقى المسافات هنا بعيدة. وانا قلت لك الكولة زي واحد زي اليونيفورم بتاع الجيش، الجيش كله بيكون لابس يونيفورم واحد، الاجسام واحدة، استحالة هتلاقي الطويل وفي التخين وفي الرفيع وفي القصير، صح الكلام؟ بس اليونيفورم موحد. الكولة نفس النظام، اربع عقل ورداد وست ثقوب من الامام، طويل قصير برضو اربع عقل، واحد اتنين تلاتة اربعة وست ثقوب من امام ورداد. اللي هلعبه هنا هلعبه هنا زي ما احنا شرحنا كده في الاول. انا لعبت مثلا كده، عملت كده مثلا يعني ايه، تمام؟ ممكن العب هنا اهو برضه نفس النظام، عملت لك مثلا تمام؟ تمام؟ طيب احنا هنا لعبنا بكوره اسمها كوره النوى اهي، ممكن اعمل بياتي ايه؟ بياتي الصوت اهو، فهنا المقصد ان الموضوع علشان ما تروحش بعيد يبقى احنا عملنا ايه؟ عملنا تعليم الكولة، عملناها على كولة اسمها ايه؟ كولة نوى، اللي هي بيت الصول دي. بقى لو انت حبيت تتعلم هتتعلم على الكولة دي، ليه؟ علشان تبقى الاصابع بتاعتك قريبة وفي نفس الوقت ما تكرهش الكولة، تحب ايه؟ تحب الكولة. جميل؟ وقلت لك الجمل اللي هتقولها هنا على الكولة هتقولها على اي كولة تانية، يعني مثلا عملنا كده بس، تمام؟ او عملنا كده طبعا دي احنا قلنا الصوت اهو، وممكن اعمل كده اهي اهي، هي نفس الاصابع، هي نفس الاصابع على الطول على القصير اهو. اي كولة كبيرة صغيرة جميل كده. يبقى احنا ايه؟ الكولة في التعليم تتعلم على كولة ايه؟ نوى. جميل كده.
طيب انا ليه عزفت بالبوسلك في الاول؟ علشان اعرفكم الكولة اللي هي البوسلك. كولة قرار بوسلك وجواب البوسلك، علشان اوصل لك يعني ايه الاثنين دول جواب ودول قرار. علشان في ناس بتسالني كتير، ما انا عايز القصيره، لا ده صوتها احسن، لا انا عايز الكبيره، لا ده صوتها فيها شجر، لا انا عايز التاني بتقول حزين. اي كولة يا جماعه بتقول مقام الحزين. ايه هو مقام الحزين؟ اسمه ايه مقام الحزين ده؟ اسمه مقام الصبا، بس منتشر بكلمه ايه، مقام حزين. فبقول يا جماعه اسمه مقام الصبا. اي كولة تقول مقام الصبا اهو، تمام. مي بيكار اي كولة. طيب ممكن احنا ممكن انا صب صب الريقه في الناي برضو نفس النظام اهو، هذا الناي الناي فاللي حابب الناي يلعب كولة، واللي حابب كولة يلعب ناي، الاثنين واحد. بس الاختلاف ايه بقى معهم؟ الفرق ما بينهم ايه؟ السلم الموسيقي. وانا قلت الموضوع ده على اليوتيوب النهارده، انا طالع علشان اعرف الساده المبتدئين يعني ايه كولة جواب، يعني ايه كولة قرار. وفي نفس الوقت الموضوع اخذني لحته تانية، اللي هو حته تانية اللي هي ايه، اللي هو الناي. تاخد ناي دوكا تتعلم عليه وتحترف عليه، وتاخد كولة نوى تتعلم عليها وتحترف عليها. الدرس يا ريت تتفرجوا عليه، يعني ده يعتبر شرح ودرس وتقسيمه. يا رب تكون التقسيمه نالت اعجابكم للساده المعجبين بالسمع، والساده المبتدئين يا ريت يتفرجوا مره واثنين وثلاثه علشان يستوعبوا يعني ايه صبا، ويعني ايه بياتي، ويعني ايه طبقه صوتيه، ويعني ايه الدرجه اللي هي دو ولا ري ولا مي ولا فا ولا صول، ويعني ايه نيدوكا تتعلم عليه وتحترف عليه، ويعني ايه كولا نوى تتعلم عليها وتحترف عليها. لو اتعلمت على قطعه كولا في الاول هتقول جميع الاغاني، جميع الاغاني يعني الكولة القطعة الواحدة من هنا تقول جميع الاغاني اللي في العالم. اي قطعة كولة، اي قطعة كولة تقول جميع الاغاني، بس على الطبقة الصوتية بتاعتها. مثال لو انت مثلا عملت يعني ايه، عملنا مثلا كده اهو، دي ده مقام الصبا، ده اسمه الاماكن، تمام. انا عزفت مثلا هنا على كولة جهركة الاماكن، انا ممكن العب بالجهر الاثنين طبعا زي بعض، ممكن العب على كولة دوكا صبا الوقت. بس احنا قلنا ايه على حسب الدرجه الصوتيه. مثال انت لعبت على الكوله دي هتلعب على الكوله دي مفيش مشكله، بنفس الاصابع هنا بنفس الاصابع هنا، ايه اللي هيخلي الصوت يختلف من الاطول للاقصر؟ يبقى انت لو قعدت في قاعده ودخلت مثلا على جماعه موسيقيين وفي ثلاثه مطربين او اربعه مطربين كل واحد صوته غير الثاني، زي الثياب او زي القميص، يعني في قميص اكس لارج وفي قميص ميديوم وفي قميص لارج وفي قميص 2 اكس لارج وفي قميص 3 اكس لارج وهكذا، بس الزي واحد صح الكلام، لكن ايه بقى الصوت نفس النظام، كل واحد له ايه درجه، عشان دي مش اله ثابته، دي اله ايه، اله فرديه على حسب الصوت وطبقه الصوت. يعني واحد دلوقتي خمسه مطربين او سبعه مطربين كل واحد له ايه طبقه صوتيه، لكن الاورج كل حاجه ايه موجوده فين، اله ثابته، يدوس كده على الزرار دو يطلع له ايه صبا الدو صبا الري صبا المي. احنا قلنا الصبا ده مقام، بس درجته ايه؟ درجته دو ولا ري ولا مي ولا فا ولا صول وهكذا.
يبقى احنا كل مقام له درجه صوتيه ملوش علاقه بايه بقى. يقول لك انا عايز كولا حزين انا عايز ناي حزين، مفيش الكلام ده كله. اي ناي او اي كولا تقول، تقول مقام الحزين اللي هو مقام اسمه مقام ايه، اتعلم معايا مقام اسمه ايه، مقام الصبا. معلش انا اسف على الاطاله، ويا رب يكون الشرح والتقسيم عجبتكم. تحياتي لكم من البيت الفني لصناعة آلة الناي وصناعة آلة الكولة، من يمتني ناي أو كولة، من البيت الفني لصناعة آلة الناي وصناعة الكولة. ملحوظة هامة جدا بفضل الله تعالى، بفضل طول الليل سهران، بصلي الفجر وأنام، أو ممكن أقعد بعد الفجر كمان ساعتين كده وبتاع، يعني ممكن أنام الساعة 7 صباحا، بصحى بالظبط كده الساعة 5 والساعة 6. يعني أنا تليفوني علشان أكون فايق معاك وأعرف أتكلم معاك، تليفوني مفتوح من 8 مساء لحد الساعة 1 بالليل. أوكي يا جماعة، التليفونات قدام النقي 0-0-122-33-44-078 التليفون. اللوكيشن بتاعي على جوجل، اكتب في جوجل صابر كولا هيديك العنوان بتاعي بالكامل. اتصل بي قبل ما تجيلي لان ممكن اكون في مشوار، صح الكلام؟ تمام كده؟ على اليوتيوب قناة الفنان صابر كولا، على الفيسبوك صابر كولا بالعربي، وفي صابر كولا بالانجليش، في البيت الفني، وفي الناي الاصيل. دي ايميلاتي على الفيسبوك، وايميل على الهوت ميل صابر 144 هوت ميل. اوكي. على الواتساب تليفوني 002-0122-33-44-078. يا رب تكون قالت اعجابكم التقسيمه. النهارده 6 شعبان، كل سنه وانتم طيبين جميعا في مصر وفي كل دول العالم. بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 2019 يعني النهاردة 6 شعبان 2019. أوكي. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم صابر علي الشيخ بصبر كولا. يا رب تكون نالت إعجابكم، وأسف على الإطالة.